حكم على المحكمة الشيعية يوم 18 من يناير 2021 يقضي بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب. والأطراف لهذا الملف مدعوون إلى الذهاب المختبر العلمي للشرطة القضائية لفحص الجينات ديالهم. غتمشي الموكلة ديالنا اللي هي ليلى وابنتها نور والست طهاري. الست طهاري تقول ما تيقولش هو. حنا هذا دائما النيابة كتقول الزوجة ديالو المحترمة لأن ما غتمشيش دير هذه الخبرة. حنا قلنا أمام المحكمة جاوبناهم قلنا لهم هذا الشيء ما تيتوقفش على إرادتك. إذا أردت أن تذهب فذلك حقك، إذا أردت أن تتخلف فذلك حقك. القانون المغربي كيرتب النتائج. إذا رفضت الذهاب للخبرة فذلك يعني بقوة القانون إقرارا بالنسب، لأنه ما يمكنش كتعرفوا في المجال المدني والأسري لا يمكن إجبار شخص على إجراء خبرة، ماشي بحال الجنائي ممكن إجباره. كي عنده الحق من حقوق الإنسان ما بغاش خبرة تجرى عليه هذاك حقه، ولكن المحكمة ترتب النتائج يعتبر ذلك إقرارا بالنسب والسيدة راه تحكم للمحكمة بثبوت النسب. سيدي المرافعة ديالك تنسي أن الخبرة ممكن تمارس فيها الجنس بناء ويعترف بها بناء على القانون 156. يعني أنا نقول لكم واحد المسألة، أنا كنستغرب يعني 156 شنو هو؟ المشرع ديال مدونة الأسرة أول مرة ما كانش عندنا هذه المادة نسب الحامل النسب عن طريق الشبهة، ما كانش عندنا في الخطبة. يعني أن العلاقة الجنسية هي علاقة مشروعة، يعني أن العلاقة محكمة الأسرة ما كانت لتذهب إلى إجراء خبرة لو لم تتأكد لديها ثبوتا قطعيا بأن العلاقة هي علاقة شرعية. لأن لو كانت علاقة غير شرعية كانت غترفض الدعوة من أساسها وما تديرش خبرة. وهذا الشيء اللي ثبتنا اليوم أمام المحكمة، قلنا للمحكمة المحكمة الزجرية عليها طبقا للقانون أن توقف البت في النظر لغاية الفصل النهائي في دعوى ثبوت النسب. لأن اللي كيبت واش الخطوبة شرعية وغير شرعية ليس القاضي الجنائي، هو القاضي الأسري. وما دام أن الدعوة مرفوعة عنده فمن واجب العدالة طبقا لحسن سير العدالة الدستوري أن يتوقف البت لغاية الفصل النهائي. قد يقول قائل ما كانتش الدعوة، إلا ما درنا، حنا دابا درنا دعوة قبل هذا باش تكون راه هذا الملف الجنائي راه غير أسقط إسقاطا تأسفيا، لأن كانت الدعوة أساسها مدني فتم تحويلها بقدرة قاضي البناء على شكاية كيدية إلى هذا المجال. ما كنا دابا أصلا، لأن السيدة ليلى مشات دارت دعوة ثبوت النسب 3 شهور ولا 5 شهور قبل هذا الشكاية أصلا لأساس المتابعة، وبالتالي المتابعة بالخيانة الزوجية لا تستقيم طالما صدر قرار حكم عن المحكمة الاجتماعية يصنف في خانة الأحكام المبدئية والاجتهادية. أستاذ الهيني، واحد السؤال طرحنا على الدفاع ديال الطرف الآخر واستفزونا وبغيت نعاود نطرحو عليك أنت. واش انتوما استفزني حتى حاجة؟ واش انتوما أستاذ الهيني طرح أي سؤال؟ واش انتوما في هاد القضية كتحسوا براسكم في موقف قوة؟ يا أخي موقع قوة أو ضعف، العبرة بالإثبات. احنا استطعنا، احنا عندنا حكم تمهيدي باجراء خبره جينيه، يعني انتهى النقاش حول المشروعيه، تجاوزنا سقف المشروعيه الى سقف التاكد من العلاقه الجينيه. راه كاين علماء الحمد لله عندنا في الشرطه القضائيه كيفحصوا علماء في الجينات، فحص الجينات الحمد لله اللي هذا العلم تطور، ما بقاش شحال كيما كان عندنا في الفقه الاسلامي القافه او الشبه. راه الشبه اليوم شبه كبير، ولكن احنا كنقولوا شوف، احنا راه كنقولوا كننتظروا نتيجه الخبره وكننصحوا الخصم ديالنا سير دير الخبره سير تاكد عندك فرصه. ولا جات هاد الخبره كتقول ماشي بنتهم، انا الاول نعتذر لكم كامل، نعتذر للشعب المغربي ولا غلط. ولا جات اكدات على ان بنت نور، نقول الحمد لله كنا ندافع على المشروعيه، حنا كندافعوا على الموكله ديالنا. والموكله ديالنا قالت واحد المقوله تاريخيه، قالت اذا لم يكن ابنه فرجموني ايها المغاربه. والمغاربه الحمد لله اليوم راهم مرتاحين فرحانين بداك الحكم الاجتماعي. تصوروا معي انا والله العظيم ما كنوب على ليا، انا اللي كيبقى فيا هو ذاك الطفله نور. تصور معي طفله لا ذنب لها في هذه العلاقه، مشغوله هي لا شرعيه لا ماشي شرعيه، كيف تحرمونني من حقي في البنوه والابوه؟ تصوروا معي واحد الموقف مبكي، تصوروا معي غادي مسكينه اللي لقاتو كتقول له با ما تبكيوش ما تالموش، وكنخاطبوا ضمائر القضاه. انظروا لهذه الطفله التي اطلقت صرحتها استغاثه، دابا تكون قدامكم تقول لكم با 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 با، كتقولها للجار تقولها للخضار تقول كل شيء الكل بالنسبه لاباها، لانها للاسف. وكان كنتذكر واحد الاستاذ قال لي انا ما كنوليدش وما عنديش اولاد وعندهم الناس وكيضيعوه. والحمد لله المغاربه تضامنوا معها لانها وضعيه ضعيفه،
وحنا كنطلقوا صرخه استغاثه انقذوا نور، حافظوا على نسب نور، ترفعوا ايها الزملاء من اهانه المراه او من اهانه الاطفال، قولوا ما شئتم. انا حتى ملي كنجي نناقش نقول لمدير الدفاع ديالكم غير مؤسس، ما كنسبهم، لان الاخلاق ترافع اخلاق كبيره جدا، ما نتنابزوش بالالقاب، ما نقولوش كلام جارح. انا حتى الاسم ديال المعني تنقول غير المعني، ما تنقول كاع سميتها الطهاري باش نترفعوا. حنا راه ما عندناش خصومه مع المحامي والمحاميه، عندنا خصومه مع نزاع. هذا نزاع، هذا نزاع في القانون. الوكيله ديالنا كطالب بحقها، بحقها، والطرف الاخر حقه يدافع، ولكن لا للسب والقذف والتهجم على المؤسسات والتهجم على القضاة. وغندير بهم شكايه وما حتى ندير شكايه. سمعنا قال المفتشيه غتجي غدا، المفتشيه وجيب شي واحد. عندنا شي حق وقانون، الكل يحاسب. ونقول ان الحكم كان تاريخي وكان قانوني، ماشي دفاع القضاة، لانه تحصلنا على الحمايه القضائيه وكانت حمايه منصفه وعلنيه. اللي عنده شي سؤال اخر، ما تنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.